الوضع في المنطقة منطقة جبل شعاني، أولا هي منطقة عسكرية مغلقة، ووحداتنا العسكرية بالتنسيق مع وحدات الأمن الداخلي تقوم بتطبيق الجبل، وتم تركيز منظومة للرصد والمراقبة، وكل ما يتم تحديد تحركات أو أهداف مشبوهة يتم الرمي عليها سواء بالمدفعية أو بالوسائل الجوية. فيما يخص الألغام، الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبل شعامي قامت بزرع العديد من الألغام في أماكن متعددة، والمنطقة العسكرية المغلقة هي منطقة واسعة وشاسعة ولا يمكن الدخول إليها في الوقت الحاضر، وتقوم الوحدات الجيش بالتعاون مع الأمن الداخلي بمنع خروج الإرهابيين أو تمكينهم من الإسناد اللوجستيكي في انتظار الحسم في هذا الموضوع. فيما يخص التهديدات المتعلقة بفترة رأس السنة، فهناك كم هائل من المعلومات تتعلق بتهديدات ربما قد تواجهها تونس خلال هذه الفترة، وفي وزارة الدفاع الوطني ومتأكد كذلك وأنه في وزارة الداخلية يتم التعامل بكل جدية مع هذه المعلومات، ويتم أخذ كل الإجراءات اللازمة وخاصة الاستباقية منها لمنع هذه العملية. هناك برمجة لعمليات التمشيط تقوم بها الوحدات المشاركة من الدفاع والداخلية في كامل تقريب تراب الجمهورية، ويتم الاستعلام على الأشخاص المشبوه فيهم، ويتم هناك العديد من الإيقافات والتحري معهم لجمع المعلومات واستباق كل عمل إجرامي في هذه الفترة.